هو الرساله تيقول للجيش المغربي وزرتي بحالك زرتي ديزيرتي ولا زرتي ولا هرب بحالك لوح لهم السلاح تاعهم وهز الرايه البيضاء وسير عند بوليزاريو الا بغيتو ديروا خير في راسكم ولا بغيتو تعيشوا ولا بغيتو يدفنوكم هناك ومصارنكم خارجه من جسمكم وكتشوف مصارنك وكتشوف راسك مشتت وتعلم وتعذب ساعه ولا نهار ولا يومين ولا اسبوع ولا ما عرف شنو حتى تموت على خاطرك يا سيدي الرساله كنقول لا